السلام عليكم البنات، كي عاملين؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ اموركم هانية؟ الحمد لله يا ربي. نتمنى كل شيء يكون على خير وبخير في احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيت وجبت معايا المشتريات ديالي، اللهم، وبغيت نشارككم معكم البنات ومع عارفة احنا فينا خصنا نعرفوا هادي بشحال، شنو شرا هذا، شنو شرا الاخر، علاش لا، ما فيها حتى ما كاين حتى شي مشكل. نشارك معكم اللي بغيتو، ما كاين عندي حتى شي مشكله البنات. ولكن قبل ما نشارك معكم المشتريات ديالي، نضربوا دويره شويه في بريمارك ونشوفوها كيفاش عامله.
دزنا البريمارك، ضربنا فيها دويره، شفناها كيفاش عامله. ندوزو دابا للمشتريات ان شاء الله الرحمن الرحيم. بحق قبل من البريمارك البنات، شريتي حاجات اخرين من بلايص اخرين نوريهم لكم هما الاول، عاد ندوزو البريمارك لان البريمارك اللي فيها المشتريات كثر. المهم شريت من ليدل بنتي هذا الغشاء ديال بحال المنطا كامل، شريته لبنتي المهم من ليدل اللي ساكنين هنا ولا كي ولا اللي ساكنين في لندن اولا في اوروبا. المهم ليدل دايرينهم حاطينهم بثمن مزيان. هذا سينجل شريت طاي صغيره لبنتي ب 11 البوند وشي حاجه، تقريبا 12 البوند ديك شي حاجه، دائما انا عندي فيها مشكل. المهم تقريبا 12 البوند، وهذا ماركه مزيانه انتما كتعرفوا هذه الماركه، هذه سايلنت نايت، ماركه مزيانه زعما صراحه الله انا عندي زعما مزيانه. المهم شريت لا هذه حتى هي ديال اللي يعني نخشي فيها هذيك المنيطه ديك هذه اللي شريت لها، وهذه كتشعل الضوء، هي راه قطعت لي التيكت ديالها بنتي. ومهم في الليل كتشعل الضوء بحال هيدا، وفي النهار كتكون بحال هيدا، غير قطعت التيكت غنيزه وفي النهار كتكون بحال هيدا. هذه ديتها من بي ان اند ام البنات ب 15 البوند، غزاله وسخونه سخونه سخونه، عرفتي عجبتني بزاف 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 بزاف. هذه صاحبتي شافتها في بي اند ام ومي هضرت لها قلت لها خصني نشريهم، قالت لي راه تما دايرين ديزاين العيال مزيونين. المهم شريت لها من شريت لبنتي الكبيره نور، شريت لها من زارا، شريت لها السروال هذا بحال بنتي دغيا كطوال، وعندي معاه مشكل في السراول دغيا 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 دغيا، ما نقدر ندي لها طايه كبيره لان هي ضعيفه كيجيوها واسعين، ما نقدر ندي لها طايه صغيره كيجيوها طوال، يعني خصني ندي لها دابا هي عندها 8 سنين انا خصني ندي لها 7 سنين 8 سنين، يعني كنقص لها طايه وعاد معاها الطايه ديالها. ولكن من زارا لا، من زارا الطايه 8 سنين يعني طايته نورمالمون خصني ندي لها طايه كثر لان هي عندها 8 سنين، ولكن كندي لها طايه 8. هادو السراول ديالها هكا كيجيوها، ديت لها هاد السروال هذا وديت لها من زارا نيت هاد البودي بحال هيدا العنيق بهذا الشكل هذا، عنده ديك التشريفته في هنايا وفي ليديدات. هذا البنات ب 8 البوند 97، يعني بحال تقول 8 بحال تقول 100 درهم، ولكن ما دايرينش السولت صراحه، انا غير وحالت في حوايج صغار وعليها واللي خصني نشري لها ضروري، ما جبرت ما نعمل ولو انني عارفه السولد ما يجي، ولكن ما نخليهاش بلا حوايج ما يمكنش. المهم السروال 13 البوند بحال تقول 150 درهم. شريت لها هذه عجبتني بهذا الديزاين هذا اللي فيها تا هو عاوتاني خرج بزاف. دابا هذه عندها سرواله ولكن انا ما عجبنيش هاد الزواق هذا يجيب السروال والفوقيه ديالو. المهم شريت لها هذه تجيها مع سروال كحيحال ولا بوت ولا البرقاطه هكا سبور ب 15 البوند بحال تقول 160 درهم. المهم هادو اللي شريت لبنتي من زارا. دابا ندوزو للبريمر. بريمارك البنات شريت منو البنتي شريت منو البنتي هاد ليبوت بحال هيدا. صراحه ما كنتش عندي لا ليبوت من زارا والله لا من 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 بريمارك، السبب صراحه ما كيبقى ما كيوانطروشي، ولكن حتى هما ما كيحتفظوش على الصباب، منين ما ديتيهم لهم ما كيحتفظوش عليهم، وعاد حنا كيعجبنا نبدلو نبدلو نبدلو. يلاه الا مشى الصباط نشري واحد اخر ماشي مشكل. هذا ب 15 بحال تقول 170 درهم 180 درهم تقريبا بحال هكذا. شنو اخر شريت لها البنات؟ شريت لها عاوتاني هاد السروال كيجي هيدا بحال هيدا، و بصاد البوند من بريمارك سته بحال تقول 80 درهم مغربيه. وشريت لها انا كنطوي البليه، وشريت لها هذا تقريبا بحال ديال لا شفتوه بحال ديال زارا، غير زارا عنده فيه الوريضات، ولكن الكاليتي الصراحه ماشي هي، مي كتقيس الثوب راه ماشي هو الثوب.
جوج البوند وخمسين، بجوج البوند وثمانين، بحال تقول 40 درهم. هيدا هاد اللوين هذا عجبني، انا عجبني صراحة اللوين وقلت نديه له، وشريت له بحالو فهاد اللوين هذا. دونك ديت له جويجات بحال بحال، تساوي 40 درهم. لا ديت له هذا خريصي، عجبني بزاف صراحة، حمقني ما كرهتش راسي كجبرتو. عجبني بهاد لي ديتاي ديال العنيق على هاد الشكل، وهاد هكا شايني، عجبني بزاف صراحه. هذا ما كاينش التيكت ديالو، لكن انا عارفه الثمن ديالو 10 البوند، بحال تقول 130 درهم، 120 130 درهم. حمقني هذا بزاف، هذا يجيها مع هذا ولا يجيها مع شي جين اخر يكون مغلوق، انا كيعجبني الجين مغلوق اكثر من المفتوح. وشنو اديت لبنتي الصغيره نينيزا ديالي، ديت لها هادي هاد لي بوت، هذا بنتي الصغيره صراحه باقين عندها حويجاتها، باقين عندها حوايج جدادين، دونك ما احتاجتش نشري لها بزاف، ولكن المشكله دائما كاينه. هادي ديتها لها ب 14 بحال هكا. شريت لها هادي حيت كيحطوهم هادو غير في راس العام، عجبتني هكا كسيوة، الا كان عندها شي عيد ميلاد صاحبتها ولا شي حاجه تمشي. هاد الشكالات هادو كيكونوا غير في راس العام اغلبيه، وشفتهم حاطين اشكال وانواع ديالهم. عجبتني هادي باللوينات، حمقتني قلت صافي نديها لها. المهم كيجيو هكا كيتعرضوا داكشي العيال، بعدا غير تجبر لها هكا كسيوة ايزي، تعملها لها هكا ساهله وتعملها معها صبيبط وميديات والسلام. هادي شريتها لها ب 14، يعني ثمنها مزيان بزاف بزاف بزاف، 14 بحال تقول 170 درهم مغربية هكاك. وشريت لا هاد السروال هذا كحل، تا هو هيدا من بريمارك، عجبني واخا كنت شاريه لا لاخر ديال زارا، ولكن هذا عجبني بزاف بزاف، لي ديتاي لي دايرين له، وعاد جاها احسن الصراحه، احسن من زارا في اللبسه ديالو، وقلت نديه له ماشي مشكل. 9 البوند تجيبها باش تبدل شنعملو. وشنو شنو كان بالنسبه لي، اي طلع لي دي هاد الميديات هادو، من هادو 7 8، هادو النور البنت الكبيره 3 البوند و50 جويجات، عندها الكسيوات اللي يجيوهم مع هذا هاد الشكل هذا، شريتهم لا. ولا نسيم هادو سامبل على هاد الشكل، كيحتاجوه معاك في المدرسه وداكشي، نور عندها هاد الشكل هذا، شاريها لها بزاف كتستعملو هكا المدرسه. ديت لها الاخر مختلف، ونور ديت لها هذا، النسيم صغيره ديت لها هذا، ما عندهاش هاد الشكل، كنشري لها المدرسه اغلبيه يسخونين، ديت لها هادو كيجيو على شكل بحال اللحم هكا ومغللدين شويه. وسوينا مع العيال باقي. ديت النور هذا كيجي هكا على بحال سبور ب5 البوند، وديت لها معاه ليغينز بحال هيدا عادي، ليغينز سامبل مره 2 باوند، وكيصدقوا هاد ليغينزات فنين ديال بريمارك، انا كنشريهم لبنتي دائما من تما، وكيعجبوني كيعجبوني كيعجبوني بزاف، كيصدقوا لها بزاف 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 من تما الصراحه الله. وكاينين الالوان، المهم انا غير كنقول لكم كاينين الالوان ديالهم، 2 باوند بحال تقول 30 درهم مغربيه، ولا 40 درهم مغربيه، 40 تقريبا هكاك 40 درهم مغربيه. المهم مع هذا والبركاطا هكا وتجيها البيساسبور. دابا الراسي، دابا الراسي ما ديتش صراحه، ما ديتش شي حاجه بزاف، لان ملي كنخرج مع ولادي ما انا كنقدر ندوز نقيص، ما انا كنقدر زعما نهادي راسي هكا على خاطري فشش راسي شويه. المهم هذيك خرجتها كنكون بوحدي، عاد نقدر نقيس نهز اللي بغيت ولا هادي. المهم دابا هزيت، واصلا ما قيستش حتى التقياس، جبرتهم دايرين السولد هاد الكسيوه على هاد الشكل هكا، عند العنيق هيدا وعند الجديده هيدا، عجبتني صراحه جات كلاس هكا خفيفه،
ناقصي لا، كانت ب 15 وديتها ب 7، 7 درهم بحال تقول 90 درهم مغربيه. المهم راه قدي اس ماشي كبيره. وديت بيجامه عجبتني اللون، هيدا كتجي هيدا بحال هيدا، وعجبني اللون بزاف. هاد اللون انا بصراحه عمري ما شفتو في بيجامات، شاريه المفتوح ديالو ولكن هاد اللوين ما عمري ما شفت، ما لبستو انا في بيجامات، وعجبني في هاد اللوين الحميمه. رجع هرس ديك اللون عجبني بزاف. شحال هادي ب 10 البوند، 120 درهم 130 درهم تقريبا على حسب الصرف طالع على هو. وديت هاد البيجامات هي اليوم، ديت الالوان اللي ما عمري ما ديتهم في بيجامات، عجبتني اللوين ديالها والتويب ديالها. عرفتي الا قصتوه كيفاش عامل، حطوا بيجامات فنين صراحه الله، عجبوني عجبوني بزاف. راه حرفت لي عرفتي شي انواع واشكال اللي كاينين تحرف لك. في الاخر قلت ندير لوينات اللي ما عمري ما ديت، على هذيك الشيء زلت هادو. شوفوا الا كان كيبان لكم الثوب ديالها سوفت سوفت بزاف، رطيطه برطيطه برطيطه، ورجيلاتها مجموعين هيدا، وعجبتني بزاف هذه بزاف صراحه. هاد البوند رخيصه 120 درهم. هادو كانوا قبل كانوا كيحطوهم بكثار، وكانوا كيحطوهم مفرقين، كانوا كيحطوا السروال بوحدو والفوقانيه بوحده، وكتشري كل حاجه بوحدها. هذا مثلا بسبعه، هذا بسبعه، كتقام لك ب 14، اولا كتشري مثلا هذا ب 8، هذا بسبعه، كتقام لك ب 15. قبل كانوا هاد الثوب هذا كيحطوه على داك الشكل، نهائيا ما عجبش هاد الثوب هذا محطوط هكا جوج مع بعضهم ب 10 البوند. المهم وشريت لبنتي هاد خريبيقه لصقت فيها، وهاد الكوميتات بحال هيدا، هادو اللي وليت دابا كنستعملهم بزاف في المدرسه كينفعوني. وبهادشي هذا نكون ساليت معاكم مشتريات ديالي البنات، نتمنى يكونوا عجبوكم، نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديالي. الا عجبكم دعموني باللايكات وشاركوا في القناه ديالي باش يوصلكم دائما الجديد. وما تنساوش راه انا كنبغيكم بزاف، وباغا نزيد نشارك معاكم حياتي كثار وكثار، ولكن بالتشجيعات ديالكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. ما تنساوش البنات ديالي، تهلاو في راسكم وكنبغيكم بزاف. هاو بيسه ديالي، باي باي.